سنة بعد سنة في دي بي ام بنحقق نجاحات أكتر من الأول، وده لأننا بنحقق كل الأهداف اللي بنحطها لنفسنا. في الفترة الأخيرة حجزنا أكتر من 130 لوكيشن تصوير، ووصلنا أننا في 24 ساعة صورنا أكتر من 7 إعلانات، وكان فيهم أكتر من 150 عامل وفني. وبشكل عام أخرجنا أكتر من 2000 فيديو خلال الفترة الأخيرة. اشتغلنا على مشاريع مع أكبر الشركات في مصر، وكان المشروع عبارة عن فيديوهات، أنيميشن، لعب تعليمية. إحنا في دي بي ام كل بروجكت عملناه ما كناش بنعتبره مجرد شغل، لكن كان قصة نجاح من ضمن قصص كتير حققناها. انت كمان خليك شريك نجاحنا اللي جاي.